السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده، اول حلقه في السوق المواشي واول واحد وصل لطنجه. اهلا بحالنا. وقبل ما ندخلوا السوق ضروري نسلموا على الاصدقاء ديالنا. السلام عليكم، كيف سينا؟ مزيان. السلام عليكم. السلام. انتوما كيف سينا؟ مزيان بخير، الصحه مزيانه ديالي بخير، كلشي واحد مزيان. السلام عليكم. مزيان يوسف، مزيان بخير. جينا نشوفوا السوق بالاجواء ديالك. اهلا بحالنا. صحه مزيانه. دابا السوق خاوي عن صلاقه، ولكن اما بالنسبه هادو وايدو في الراس صافي كيدير ليا بالاف. غزلان غزلان، دابا نجيو عندكم الازيلان ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك، الا جيتي نذبح لك جديه. وانتم تبارك الله يعني واحد الناس ديال الجوده والكرم. الحمد لله، الحمد لله. الا جيتي لعندنا مرحبا بكم. انتم مرحبا بكم معنا، ونتمنوا ان شاء الله يربي اللي يجي يشري يكون فرحان، وانتم تمشوا فرحانين ان شاء الله. ان شاء الله. ايوا حتى حنا كنشكركم بزاف بزاف، الحمد لله راه درتي اللي عليكم، راه عطيتوا الماء وعطيتوا الضوء وعطيتوا والمخزن وكلشي كاينه، راه حتى واحد ما يخاف. ونتينا اول واحد دابا اللي نزلتي في السوق. الله، راه اول مره، اول واحد اليوم الحمد لله. يعني المعامله كانت ومازال السلعه غتدخل ان شاء الله، حتى يعيد كلشي ان شاء الله، كلشي غيعيد ان شاء الله. ومن ناحيه الاسمنة ان شاء الله عاود الاسمنة، داك الشيء اللي قلت لك راه كاينه من 500 حتى 400 حتى 350 تالف، كل واحد والثمن ديالو. راه السلعه ماشي بحال حال ما امكن الله يرحم والديك، تنقص مع الناس شويه وسله، كل واحد عاود كل واحد والثمن ديالو. ما كتبرسي ما تنقص تنقص باش ايوا، راه كل حاجه في الثمن ديالو ماشي بحال كاين بعض الناس الله يهديهم، يعني كتكون عنده السلعه مزيونه ونقيه، ولكن هو كيبغي يطلع السوق حتى هو، فهمت؟ ايوا داك الشيء اللي كتب الله غادي يكون، واخا كان طلبوا الثمن ما غاديش يكون غير داك الشيء اللي مكتب الله، اللي مقسم الله. ايوا هذاك الشيء اللي غيكون. وما الثمن راه كاينه في البلاد اخي، والله الا كاينه حتى ل 500000 100000 ريال، حنا كنحسبوا بالريال، كاينه من 100000 والله ازيل الفيه الحوار من 100000 حتى 90 85 الخير موجود، ولان الثمن كاينه. هادو يعني ديالك، هادو التربيه ديالك ولا نسينا شاريه؟ التربيه ديالنا راه حنا عام كامله اللي كنربيو ذاك الشيء، كنعطيهم العلف عام كامل. والربيع موجود، الربيع شويه عندنا ما كاينش، كاين الجفاف عندنا شويه، شي ثلاث سنين هذا راه كاين الجفاف عندنا. ودابا نحاول يعني شحال تكون دابا سينا؟ قلتي لي كنبيعوا ب 4000 5000 وخاسر، فماشي بزاف الصراحه. ايوا كاين اللي خاسر كاين اللي رابح، المهم راه الحواله على كل واحد كيمشي على جهده. كاين اللي شرا دابا ب 4000 وزاد ليهم ترونسبون والعلف وجابوا لهنا، شوف شحال باش غيبيع، الله عالم. هو شوف اللي عملتي الثمن مناسب، كنقول لك من دابا للعشيه يبقى لك هنا تحاولي، ولكن ان شاء الله احنا قلنا لك من خمسه لتحت صافي، راه ما نفوتوش. احنا والله العظيم انا طنجه مساكن، شوف كاينه واحد الطبقه اللي تبارك الله يعني عنده وكاين. راه السلعه مزيان، هذا السلعه مزيان هذا، والسلعه كبيره ماشي راه كون بغينا نبيعوا في البلاد راه غنبيعوا ب 80000 ريال، 85000 ريال ديالنا، زعما 490000 ديالكم. وهذاك شحال اللي كنت تبيعوا شحال جايب؟ يعني ديك الساعه يكون يوصل واحد الثمن اللي هو غالي الصراحه. ايوا راه داك الشيء راه طالع بزاف، راه كاين دابا اللي شرا على الخروف، دابا شراوا الخروف الصغار عاد 250 260 على الخروف باش يربيو. ايوا المهم الله يكمل بالخير. أمين. كما شفتوا كانت هذه اول دفعه اللي وصلت للسوق، وباقي نرجعوا ان شاء الله، والسوق باقي عمار، والاسمنه ان شاء الله باقا تعوض، فعلا الخير موجود، الله يمن اللي فيها الخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.